histoire d'une chanson. اليوم باش نحكيو على فنانة علاقتها بتونس بدأت في ستينيات القرن الماضي. اليوم حديثنا على المطربة اللبنانية هيام يونس، زارت تونس في سن صغيرة وين قدمت أعمال للرحلة صالحة وغنيت أغانيها. وأول حفل للفنانة اللبنانية هيام يونس في تونس كان في قصر الرياضة بالمنزة سنة 1968، وقتها كان عمر هيام يونس 14 عام. بدأت علاقتها الفنية بتونس وين سجلت أغاني تونسية شعراء ملحنين من 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 بلادنا، من تعامل مع الشاعر أحمد الشايب، الملحن محمد الهادي، وكان عندها زاد محبة خاصة للتراث التونسي في الشعر والتلحين والمقامات التونسية. زارت تونس زاد هيام يونس من خلال صفاقس، قرطاج، قبة المنزة وعديد الجهات في بلادها. من أهم الحفلات اللي قدمتهم هيام يونس هي سهرة الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي لعام 2017، وكانت قبلها زارت تونس عام 2005. كانت حاضرة في تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية عام 2016 وشاركت في حفل الافتتاح. هيام يونس الفنانة اللي عندها تاريخ فني يمتد لأكثر من 50 عام، قدمت أغاني طربية وحافظت على الموروث العربي الغنائي في الألحان والكلمات. هكا وصلنا نهاية لو معاك بالنسبة لليوم. شكرا لكم على الاستماع. كيف العادة تلقاو الفيديو متاعنا موجودة على الشين يوتيوب متاعنا إكسبريس أفام. قولكم يتكم زينة في لمن الناس كلها.